اكو مجلس تحقيقي صاير على 390 مليار دينار مبيوقه من يم ابو حنيفه وشيخ عبد القادر. نعم. وصاير النوبه 6 مليار. والنوبه 6 مليار مبيوقه من القران. 396 يعني 400 مليار. 400 مليار مبيوقه من شيخ عبد القادر ومن ابو حنيفه والقران. مبيوقه من الله. مبيوقه من الله. مبيوقه من الله. استاذ قحطان؟ ايوه زين انا اريد اسالك استاذ قحطان. اي توصل بيك الدرجه توصل بيكم الدرجه انه تبوقون كلام الله؟ هسه انا ما يخالف، انت تاجر باسم الله ما يخالف، تذبحني باسم الله ما يخالف. تهجر باسم الله، تفج كل شيء سويت باسم الله. النوبه ترجع تبوق الله نفسه؟ لعد مو يصلون ويصومون وخابصين بالخطب مال الجمعة وخابصين الصلاة الصلاة الصوم الصوم العبادة العبادة. جورج برناتشو عنده مقولة حلوة أستاذ. أيوة. أستاذ قحطان. يقول كلما تكلم معي رجل دين كلما تحدث معي رجل دين عن الله تحسست محفظتي. والله يقول اي واحد يجي يسولف لي على الله راسنا مديده على محفظتي لان اعرف هذا راح يبوقي. يقول انا حتى لا يؤخذ الكلام انه كل رجال